انتهى الأسبوع والموسم خلاص انتهى، والآخر متبقي أسبوع وحيد. اليوفي لديه رأي آخر، لديه رأي آخر. الهدف القاتل قاتل قاتل قاتل، القرصان يفعلها، أوزفالدو يفسد نهاية الموسم على الرومانيستا بابلو دانييل أوزفالدو. جاك سبارو البيانكونيري قالتها السيدة العجوز، سألعب من أجل الفوز، وينجح أوزفالدو في خطف هدف الفوز القاتل. لافيك يا سينيورا، هم مملوك الكرة، مش ممكن. ومن مين؟ من أوزفالدو تحديدا. أول هزيمة للرومانيستا، الهزيمة الأولى وقد تكون والوحيدة، لأن خلاص المباراة الأخيرة في هذا الملعب، الهزيمة الأولى والأخيرة والوحيدة، وعلى يد من؟ على يد اليوفي بهدف قاتل. قسوة كرة القدم قاسية، هناك قسوة. شوف شوف الوقت، مش ممكن، الوقت كان متبقي 20 ثانية، روما لم يستطع أن يصمد 20 ثانية فقط للحفاظ على سجله خالي من الهزائم في ملعبه. تأتي الهزيمة من اليوفي تحديدا ومن أوزفالدو بالذات، ينهي الموسم لروما بهذه الهزيمة القاسية جدا. اليوفي يكسر، يحطم رقم الإنتر.